السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا غادي مزيان مع رمضان اللي يكون غلبكم ولا غلبتو. المهم ما عليناش اخواتي، باش ما نطولوش الموضوع. اليوم جيت بغيت ندوي لكم اخوتي على الخدمات اللي مطلوبين في اوروبا، بصفتي انني كاين في هذا البلد سعيد في ايطاليا، وبصفه عامه الخدمات اللي مطلوبين في اوروبا هما اللي جينا ندوي عليهم في هذا الموضوع هذا. يعني شنو هما الحرف؟ حرف بزاف اللي غندوي عليهم دابا. الحرفات اللي كيتخدموا باليد. ما جيتش اخوتي باش ندوي على خدمه اللي غنقول لك مثلا جيستيونير، مثلا غندوي لك على بونكيي، مثلا جيت ندوي لكم على خدام اللي فيهم الفلوس، فهمتي؟ اللي كتصور فيهم اكثر من واحد بونكي، ولا اكثر من واحد كيسيه، ولا اكثر من واحد جيستيونير، ولا اكثر من واحد عنده خدمه اللي كتشوفه بكومبلي مثلا، ولا كفهمتي كتشوف شي خدمه اللي كتبان لك انت، شي خدمه اللي كتبان لك انت ما بعيده عليك، كتقول ما غاديش نوصل لها وهادي. وهكذا كتلقى خويا واحد عين جار مثلا، ولا غير صدور، مع احتراماتي لهاد الناس هادو، حيت في اوروبا خاصه كيصوروا بها الفلوس بزاف، كيصوروا بها الفلوس الكحله. يعني فهمتي ملي كنقول لكم فلوس كحله، هي فلوس زعما فلوس كثيره، يعني فلوس اللي ما تصورش كنت في بالك تقدر تصورها بواحد الحرفه، كيصوروها الناس في اوروبا من الحرفه ديالو. وهذا هو الغلط اللي ارتكبت انا يا اخوتي، وما بغيتكمش انتم ترتكبوه، فهمت؟ واحد الغلط دزت منه انا، كنجي كنبارطاجيه معاكم باش كون الناس اللي كيتفرجوا فيهم، الناس اللي متبعيني، ما يديروش هذا الغلط هذا، ويحاولوا يصلحوا الغلط اللي درت انا، يصلحوه بهم هما. والله يسهل على كل شيء، حيت كنبغيو الخير لكاع خوتنا، ما كنحقدوش على بنادم، ما كنديروش في خاطرنا، ما كنشدوش في خاطرنا على خوتنا. الحاجه اللي كنعرفوها كنجيو كنقولوها للناس. الحرف اخوت اللي مطلوبين في اوروبا هما اللي جيت بغيت ندوي عليهم، وبغينا نبداو باول الحرف اللي دابا هما في راسي، اللي كنت كنشوف انايا وكنت باغي نديرهم ولكن ما درتهمش، وتحامرت فيهم اخوتي بد اللغه هذه. يعني تقولبت ملي ما مشيت كنقرا، زعما مشيت قريت كونطابيليتي، مشيت قريت شي حاجه اللي غنخدمها بالستيلو، تعلقت راسي في الاخر تصيدت. يعني ما غدير لي حتى شي حاجه كونطابيليتي في اوروب، ما غاديش توكل لك اخويا، ولا جيستيون في اوروب ما غاديش توكل لك، ولا شي حاجه اللي كدوي عليها بورقه وستيلو ما غاديش توكل لك في اوروب. انا كندوي على الناس اللي في بالهم، اللي في الراس ديالهم كيقول انا غدا ولا بعد غدا غنمشي لاوروبا، ولا انا العام الجاي، ولا من هنا عامين باغي نمشي في اوروبا. يعني باغي نخوي، حيت انا كدوي معاك بصيفتي انا اخويا تقريبا 5 سنين ولا 6 سنين، وانا كنحاول باش نجي لاوروبا. يعني مشيت حاولت باش نجيب القرايه، حاولت باش نجيب، درت بزاف ديال الطرق باش نجي، غير الطريقه ديال الحريق اللي ما كنتش دايرها في راسي، حيت كنخاف اخويا، كنخاف على راسي، وكنخاف لو وقع شي مشكل في الطريق، وفهمتي، على حسب لي زيستوار اللي سمعنا من الناس اللي كيحرقوا كاينين مشاكل. تحديد اخوتي، بغيت نبدا بالحرف اللي كاينين في ليستيه، يعني اللي كاينين في او اف بي بي تي، يعني الحرف اللي كتقدر ديرهم من الكاتريام، ولا كتقدر ديرهم من السيزيام. يعني بحالاش القبس ما خدامش اخوتي في الاوروب، حيت القبس ما كيديروش في الاوروب بزاف، نقدر نقول لك كيديروا في شي بلايص قلال، متاحف، شي حاجه اللي قديمه كيبغيو يعاودوا يزينوها وكذا، فيه الفلوس، ولكن ما كاينش الخدمه بزاف ديال القبس. الخدمات اللي فيهم فلوس بزاف اخوتي هي ميكانيك، نعاود نقولها ميكانيك، هذاك اللي كتشوفو في المغرب كيصور 80 درهم للنهار، 100 درهم للنهار، 120 درهم للنهار، هنا يا اخوتي هنا في هاد البلاد السعيد راه كيصور 2000، 2500 درهم، 3000 درهم في النهار ميكانيك.
صدور بلا ما تدوي عليه، صدور بوحدو، صدور اخوتي. وقت ما الوقيته كنت كنقلب فيهم، كنت كنقلب فيها انا على الخدمه، وكندخل بار انترنيت كنريشيرشي على الخدمه، على لي زوفر ديال الخدمه. حيت ان شاء الله فيديو جاي بغيت نجي نوريكم بزاف ديال المواقع اللي كتقلب فيهم على الخدمه، منهم مواقع ديال الدوله، ديال الدوله الايطاليه اللي كتدخل كتلقى فيهم لي زوفر ديال الخدمه، منهم مواقع لي بريفي، يعني هاد المواقع بريفي غنشرح لكم العام الجاي. العام غنشرح لكم زعما، سمحوا لي اخوتي، الصيام غلب عليا من العام الجاي. غنشرح لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه كيفاش كدوز من كيفاش كتقلب على خدمه في واحد السيت ديال الدوله، وكيفاش كتقلب على خدمه في واحد السيت لو واحد لاجنسيه بريفات. يعني من بعد كيولي من بعد ملي كيلقاو لكم الخدمه وهذه كيوليو شي حوايج بزاف. يعني هذا موضوع اخر كبير غندويو عليه فيديو جاي. نكملوا الهضره ديالنا اخوتي، ودوينا على ميكانيك. ميكانيك اخوتي، ميكانيك نعاود ناكد على ميكانيك وصدور، هادو هما جوج حرفات اللي فهمتي، اللي رئيسيين، اللي جوج حرفات اللي مطلوبين بزاف. اي دوله مشيتي لها في اوروب، اي دوله، فرنسا، اسبانيا، طاليان، مشيتي لالمان، مشيتي للسويد، مشيتي فين ما مشيتي، عندك ميكانيك، عندك صدور، عندك تريسيان كيما كان، تكنيسيان سبيسياليزي كيما كان، تريسيان كيما كان، عندك بلومبي كيما كان، بلومبي كيما كان. هاد بلومبي كتعرف كيفاش دير لانستالاسيون ديال بلومبي، ماشي شي بلومبي متخصص، غير بلومبي صغير، بلومبي اللي كنشوفو حنا في المغرب ولا كنشوفو في بلدان اخرين، كيصور 50 درهم 60 درهم في النهار. خوتي راه شفتهم هنايا كيصوروا فلوس الكحله. يعني ملي كندوي معاكم راه كندوي، ما كنجيش تخرج بهذا الفيديو باش نستافد، باش نفيد به خوتي، انك انت جاي كعقد عمل ولا جاي بفيزا توريست، جاي حراك، جاي كيما كنتي، اخر المطاف غتوصل بك واحد الوقيته غتلقى راسك كتقلب على خدمه مثلا. ولكن قبل ما دير هذا الغلط هذا، حيت ملي كنتي كتقلب على خدمه خاص يكون عندك سيفي، يعني السيفي ديالك خاص يكون ديجا فيه واحد الحوايج اللي مطلوبه في ديك البلاد هادي. انا كنجي دابا كنقول لك شنو هما الحوايج اللي مطلوبه في هاد البلاد ولا في اوروبا بصفه عامه. يعني انا جيت دابا قلت لك غير شفويا، جيت قلت لك شنو هما الحرف اللي مطلوبين. عندك ميكانيك، عندك صدور بديبلوم ديالك، ميكانيك بديبلوم ديالك، تريسيان بالديبلوم ديالك، بلومبي بالديبلوم ديالك. عاد خلي الحرف الاخرين اللي هما قلال شويه ولكن فيهم الخدمه، كواحد كيدير باستيشيري، يعني كيدير باتيسري، كواحد كيدير البولونجري، كواحد كيدير لي زوتيل، ولكن لي زوتيل كيبغيو لا لونغ، باتيسري بولونجري ما كيبغيوش لا لونغ، ولكن معروفين في لوروب، معروفه لا باتيسري في فرنسا، معروفه لا باتيسري في طاليان، معروفه لا بيتزا، معروفه الطياب، معروف الطياب في لوروب، الطياب معروف في لوروب اخوتي، ولكن كيبغي الدبلوم. سربايه، سربايا خوتي، تسربايج ولكن مطلوبة بزاف تسربايج في لوروب كامل. تشاو، مطلوبة في لوروب كامل، ولكن كيطلبوا بالديبلوم، يعني بالديبلوم ديال الفندقة، بالديبلوم ديال الناس اللي عندهم فندقة. يعني كيبغيو ناس اللي يكونوا قاريين واحد شوية، فاهمين واحد شوية، عندهم ديبلومات تحت منهم. يعني ماشي انت كتجي منك من راسك كتقول لا انا بغيت ندير سرباي، ماشي جالس في قهوة في دوار الحاجة، ولا جالس في قهوة في سيدي يوسف، ولا جالس في قهوة كدوانا لا قهاوي، حيت أي قهوة نمشي لها غتلقاها قهوة زوينة محترمة راسها، غتدخل لها كتلقى فيها كلشي نقي، بنادم نقي. يعني كتبغي، كيبغيو ناس اللي يكون تحت منهم ديبلومات، كيما واحد ميكانيك كيبغي تكون تحت منك ديبلوم ديالك، تريسيان كيبغي يكون تحت منك ديبلوم ديالك، بلومبي كيبغي يكون تحت منك ديبلوم ديالك، صدور كيبغي يكون تحت منك ديبلوم ديالك. وشنو جيت بغيت نقول لكم اخوتي، هادو هما الخمسه ولا اربعه ديال الخدمات اللي كتلقاهم مطلوبين في اوروبا واللي ما كتقراش عليهم بزاف. يعني انا هذا واحد الغلط اللي ارتكبته، كان عليا نقرا عام ولا 9 شهور ديال واحد الحرفه من الحرفات هادو اللي نقدر نصور بهم فلوس بزاف، ولكن الحمد لله كتلقى خدمات من بعد، ولكن ما كتلقاهمش بنفس السالير باش كندوي لكم اخوتي على هاد الحرفات هادو اللي كناكد عليهم، واللي كنأكد على خوتي، على اي واحد بغي كيفكر في الهجره، ولا اي واحد باغي يخرج من هنا واحد العام، من هنا واحد 9 شهور غيخرج لشي دوله اوروبيه، كندا، ماشي اوروبيه، دوله امريكيه، اي دوله غيخرجها من افريقيا خوتي، الحرفه خوتي، الحرفه ثم الحرفه ثم الحرفه. يعني عندي كنشوف نتفاهموا خوتي على هاد الحرفات اللي دويت عليهم في هاد الفيديو هذا.
تقراهم اخويا ولا اختي، تقراهم في عام ولا تقراهم في 9 شهور، وتخرج دير بهم مستقبلك وتصور بهم فلوس وتعيش بهم حياة كريمة، حياة فهمتي اللي حياة اللي ما عمرك انت غتحلم تعيشها في المغرب، بدك الحرفات كتقدر تخرج تعيشهم في بلاد اخرى. هذا هو الفيديو ديال اليوم اخوتي، جيت ندوي لكم على هاد الاربعه هاد الخمسه وهاد الخمسه ديال الحرفات اللي مطلوبين في اوروبا بالنسبه للناس اللي انتريسي اللي غيجيو مهاجرين ان شاء الله لهنايا. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هذا. ان شاء الله الفيديو الجاي غنجي غنعطي ليه ويب سايت اللي غتقدروا تدخلوا تقلبوا فيهم على الخدمه براسكم، اللي غتدخلوا تحلوا البيسي ديالكم ولا التليفون ديالكم وتبداو تقلبوا على الخدمه. وحدكم نتوما مازال ما جيتوش لهاد البلاد هادي، تقدروا تقلبوا على الخدمه من التليفون باش تعرفوا لي زوفر اللي كاينين، شنو هما الخدمات اللي مطلوبين، باش بنادم يكون فاهم واحد شويه، ماشي غير يجي من هب ودب، ماشي غير من الحماره للطياره كتكون ناعس كدا باق راحتك كتفاق كتفاق تلقى راسك في بلاد اخرى، لا لغه لا خدمه لا يديك لا يخليك، لا ما عارف منين تدوز لا ما عارف منين دير. المهم هاد الفيديو اخوتي تسناو الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنجي نوريكم اللي فيه الويب سايت، وغنوريكم كيفاش ديروا لونغوجيسترومون، وغنوريكم كيفاش ديروا تقلبوا على خدمه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش اخوتي سبسكرايب لايك اور ديسلايك، ما كاين حتى شي مشكل، فعل الجرس باش يوصلك الجديد. هاد القضيه هادي كنانسيستي عليها، فعل الجرس باش يوصلك الجديد. ابوني 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 باش تكبر لا فامي ديالنا، حنا راه غادي ان شاء الله. تشاو اريفي ديالك كلشي كيخوي الحومه كيتسنى الصوت ديالك ايت فيس تايم سمع تراك ما قد ماك ليدي غاغا دراري مسخه ما عرف فكر حلم بالا عيشه كي مونوبولي